لشارع الكل صحفي حر، لشارع الكل صحفي حر، لشارع الكل. الجزائر العاصمة كان يقولوا لها الجزائر البيضاء، الجي لا بلونش. وعلاش قال جي لا؟ باسكو كلها مصبوغة بالابيض ونظيفة وشابة، ويعيطوا لها البهجة لأنه فيها بهجة، يعيطوا لها البهجة. هذا وقت الاستعمار وسنوات الأولى تاع الاستقلال، كلها البيضاء. لأنه هذاك لما تصبغ مدينة بالابيض كلش تمتم توسخ وسخيبا، وبالتالي تبقى دائما نظيفة. أنا نذكر هذا الكلام ماشي إنشاء، إلا عشناه. كنا نسكن في باب الواد أون فاس البحر في شارع عبد الرحمن ميرا، كان اسمه أفني ماراكوف، لا اسمه شارع عبد الرحمن ميرا. طبعا كلها تمد على البحر، هذاك الشارع مقابلين البحر. العمارات العشرة هذاك العمارة اللي كنا نسكنوها كل 5 سنين يجوا يصبغوها، تصبغ الدولة اللي تصبغها، الولاية اللي تصبغها، يصبغوها كامل. المرة الأولى صبغوها في 66 69، والمرة الثانية 5 سنين بعد كيعاودوا صبغوها، بدلوا لنا لي بالكون هذاك الدربوز اللي كان على خبز رشام على البحر وكامل، بدلوه نحاوه. تبدل من 72 هكذا، تبدل بلاد 73. هذا كي تبدل 72 الى يومنا هذا ما زالوا الرشا. نهار عديت في 2012 رحت نشوف ليه صرحومتي عبور دعوة ربي ذا ذخ حيوليك حل حتولي قري. وهذوك بقى ذاك زنجير كلاس ديد كلاح. اليوم هذوك العمارات كلهم باعوهم في إطار التنازل عن أملاك الدولة، يعني الدولة ما عادتش تصون هذوك العمارات. ولكن لما تبيع العمارات، تبيع المساكن هذيك، تباعت كلها تعبيان بقى، يعني الدولة ما عادش تدخل. افرض كما صايره في كل دول العالم، تفرض على سكان العماره يعملوا صنديق باش هو اللي يسهر على صيانه العماره. احنا اليوم تدخل الجزائر في الشارع دي دوش مورات اللي كان يعني نعم لي اسوسيون مكسرين. انا كنت كريت 8 بيوت يعني كبيره على الحريف اون فاس البنايه تاع سيدي محمد في شارع بن رمضان، كريتو للجريده المونجورنال. دخل العماره هذيك صاحبي لا استيكوسيه لاسونسور حابس وسخ كذا منا دروج. وعلاش ما كاش سنديك؟ المفروض كاين سنديك باش يعتني بالعماره الداخل وبرا كما دايرين في الخارج، الناس كم دايرين هك سينو تروح. ابا سي بور سا الجزائر اليوم رابط كامل، الدولة غايبة والناس اللي شراو السكنان يخمم غير في دارو الداخل نضيفة، بصح باش يتعاون ويتفاهموا قبل نصبغوا برا باش فيها تكلفة، لأنه فيها تكلفة. الناس دو قلت الناس فقرت باسكو لي شراو هذوك السكان ماهمش ناس مرفهين، هذوك باعوا لهم باش يكاموفليو الاستحواذ على الفيلات وعلى القصور وعلى اي نعم. قال انتم ديو هذوك البارتمات شروهم، شروهم الناس بسوما رخيصة، يعني في 81 82 شروهم بسوما رخيصة وشروهم بار فاسيليتي. ولكن اليوم هذا العمارات راهي في حالة انهيار، هذا ما يخلي المنظمة الدولية تصنف الجزائر العاصمة من ضمن 3 مدن
أوسخ وأقل يعني رفاهية في المعيشة ديالها. هاي ليك، وهذه ماهيش قال لا. تصنيف أفضل مدينة، طبعا أفضل مدينة هاي وين راهي؟ عندك فيينا اللي هي في المرتبة الأولى، كوبنهاغن المرتبة الثانية بدنمارك، الثالثة ملبورن في أستراليا، الرابعة سيدني في أستراليا، الخامسة فانكوفر في كندا، السادسة زيوريخ في سويسرا، وروح وشوفوا الأوسخ. ما نشوفوا الأوسخ. عندك في المرتبة 164 دوالة في الكامرون، 165 كييف أوكرانيا في حالة حرب، راهي كييف نورمال تكون هنا، 166 هراري زيمبابوي، 167 داكا بنغلاديش، 169 كاراشي باكستان، 170 لاغوس نيجيريا، 171 الجزائر، و 172 طرابلس في ليبيا. طبعا الجزائر ماهيش هي ما قبل الأخيرة، يعني باش نشوفوا هذا الجزائر من بعد، لكن دمشق هي الأخيرة، هي 173. شفتوا يا راي عرق بكري، يعني باش الناس تعرف الجزائر كيفاش كانت. اليوم في واحد الاخوان بعث لي صوره تاع بابلوات تاع زمان، قال لي شو كاش كانت وما حكمتهاش انا، ولكن كاين اللي بعث لي صوره تاع القصبه كيفاش كانت القصبه، صحه الشهداء، صحه الشهداء. هاي ليك في سنة 1935 الجزائر كانوا انتخبوها العاصمة الأكثر نظافة في العالم. أي نعم، وقت الاستعمار هذا، يعني وقت الاستعمار الجزائر العاصمة ايتي ايلو لا كابيتال لا بي بروبر موند. شوفوا يا ولاد الحرام، شوفوا هات، شوفوا يا ولاد الحرام اللي تقولها يا فرنسا قد مضى وقت العتاب. ودرنا عليها صوت فرنسا اللي تعاتبها كانت من دايرة الجزائر العاصمة أنظف عاصمة في العالم. وانت اليوم في المرتبة ما قبل الأخيرة في النظافة. يقول لكم انتم استدمار، انتم استدمار، انتم دمرتم ما عمره الاستعمار. نعم الاستعمار عمر وانتم دمرتوا. درك هذا هو الواقع. فوالا لحقنا، الناس تبكي على فرنسا يجري وكاش ما واحد يعطي يدبر جنسية فرنسية، ناس تسيبو يحوش يخربش، يقول لك انا جدي دار حرب لالمان في 14-18، جدي ولا يقول لك انا جدي دار في الحرب العالمية الثانية للاخر. كل واحد يحوس كيفاش يصيب خيط باش يوصل ياخذ جنسية فرنسية. يا أخي كنا فرنسيين قرن و 30 سنة وسال الدم باش ما بقيناش فرنسيين، واليوم نرجعوا نولوا فرنسا. وعلاش؟ إنه الاستدمار هو اللي وصل للشعب الجزائري لهذا، هو اللي وصل للشعب الجزائري لهذا. كانوا أجانب، كان واحد رسام، كان واحد انجينيور في صنع الغاز ارجنتيني من ارجنتين، وعاش في الجزائر وقت الثوره، ومشى مع الثوره واخذ الجنسيه الجزائريه. كان بروفيسور شولي فرنسي، اي نعم بروفيسور شولي
شرى ميدسين فرنسي، شارك في ثورة التحرير، واخذ الجنسية الجزائرية بعد الاستقلال. وولده كان يخدم في إذاعة الجزائرية، دار سيرفيس ناسيونال عامين في الجيش الجزائري. ايه بروفيسور شولي ولده دار سيرفيس ناسيونال ديالو في الجيش الجزائري في سنوات 80 81-82 والله ماني شافيه، كنت انا في كوميساريا بوليتيك ذاك الوقت وهو دار في كوميساريا بوليتيك. نعم خدا الجنسية الجزائرية، درك عاوز ترجع الجنسية الفرنسية عنده الحق يا صاحبي، وهو مزوج جزائرية صحفية تاني. قال يا روحوا ايه كيف تخلي جنسيتك الاصلية الناس تليق عليه وخذها تمتم. عقلكم مع الاول على قناعة ودا سيرفيس ناسيونال في التصعيد. شوف يعني كانت زاب باش لاغمها، كي قلت لكم الناس كانت زاب باش لاغمها، كانت باش لاغمها، كانت عندها قيمة. اليوم هاولا الحرامي نوصلوا. قبل ما نكملوا نتكلموا على اخونا سعد بوعقبه اللي راهو في وضع صحي خطير، نقولوا خطير. شوف هذا بعد جميل. الله اكبر، هشام عقبه، هشام عقبه.